السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يوما بعد يوم تظهر الحقيقة. تحفة دائما يقول بأن عندنا في البلاد عصابة. اليوم هذه الكلمة غادي تتحقق حرفيا في هذه المدينة. حلومة أو المحامي نجيب حليم يقوم بعملية اغتيال ومحاولة قتل أمام أنظار الشرطة، الشيء اللي خلى تحفة يخاف على راسه وعلى سلامته الصحية ويقرر العودة إلى أمريكا قريبا، علما أنه الآن يتواجد بالمغرب رفقة أسرته الصغيرة. التفاصيل في الفيديو الصادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد، وما كان لنا أيها السادة والسيدات أن نطلع عليكم خصوصا ونحن في عطلتين مع الوليدات، ولكن ما حدث أمر خطير للغاية ويجب علينا يعني أن نتحدث عنه، وغادي نقوله بكل أسف لك الله يا وطني. وانا خايف لنقول واش الامور خرجت عن السيطره، واش الامور بهذا الشكل خرجت عن السيطره. يعني مي كنشوفوا واحد رجل قانون وواحد السيد يعني من المفروض انه يكون حارسا على العداله في مغربنا الحبيب، كلقاو يتحول الى بلطجي. في الحقيقه باش نكونوا واضحين، ما كان ينطق به يعني اننا خصنا نقتلوا هذا نديروا هذا، كنت اعتقد يعني للامانه باش نكونوا واضحين، كنت اعتقد بانه مجرد يعني واحد ثمل، واحد السيد بهذا المعنى هذا، سمحوا لي نقول لكم، كيعرقها شراب وكيخرج يهدي كما عهدناه على السكارة وعلى مجالس يعني الكباريات. ولكن للأسف الشديد اليوم تبين بأن ما ينطق به ذاك الرجل هو حقيقة، وحقيقة مرة. السيد عندما هدد بالقتل يعني لم يكن مجرد كلام، وإنما اليوم ما حدث هو أنه حاول تطبيق ما يقوله. لذلك أنا أصبت بواحد الصدمة، يعني الصدمة أدخلتني في حزن عميق، واكتشفت بأنه ما كان يقوله لا هذا المحامي ولا الحقوقي ديال مراكش ولا المهداوي، الناس راه كيدويو بالصح عباد الله. واش تتذكروا غير ما كملت واحد الشهرين هذه، راه الحقوقي قال لي لقيت تحفة سأسحله، يعني غادي نعريه وغنجرو من عنقو في جمال فنا. الناس راه ما كانتش كتفلا، الناس للأسف الشديد. وكنقول بأنه راه حفظني الله سبحانه وتعالى، حفظني، لأنه الناس، أنا كنت أعتقد، نعود نقولها للمرة الألف، كنت أعتقد بأن الناس غير هادرين. واحد السيد شددتي عليه الخناق، واحد الناس، وبينتي للعالم بأنهم المستهدف ليس هو نور زينو ولا هو تحفة، وإنما المستهدف هو الدولة. هاد الناس هادو باغين يريبوا الدولة، باغين بأي شكل من الأشكال، ناس لا شغل لهم لا حرفة لهم، كل ما يقتاتون به وعليه هو ابتزاز الدولة، وللأسف الشديد ابتزاز القضاء، ابتزاز النيابة العامة، ابتزوا كل شيء. يا إما غادي ديروا لنا داك الشيء اللي بغينا، ولا غنعيطوا على الناس ديال الخارج نقول لهم قولوا، لأنهم كتعتبرهم انتوما يا هاربين من المغرب. وراه يمكن للأسف الشديد ما حدث اليوم، والله العلي العظيم ما حدث اليوم أصابني في مقتل، ما حدث اليوم، زعما سأسرد عليكم كل ما حدث بالتفصيل. إخواني أخواتي، ما حدث اليوم في سوق الأربعة، بعد هذيك العبارات ديال
داعش اللي طلقها حليم في حق نورزينيو. قال لي انت اقامه الحد، انت خصك تقتل. السيد مشى غادي يرفع بيه شكايه فين؟ في سوق الاربعه. هادي جدا. اولا شكون اللي قال لحليم راه نورزينو في الكوميساريه؟ شكون اللي قالها؟ هذه هي الاولى. ثاني حاجه، السيد بقى واقف قدام الكوميساريه كيعربط اكثر من هذا الشيء. نورزينو بقى في الكوميساريه شحال بقى؟ بقى لي بضع ساعات. خرج من الكوميساريه وفي حمايه من؟ في حمايه الشرطه. السيد كان غيقتلو قدام البوليس، الشرطه غادي يخرجوه من الكوميساريه. سيد دوز من هنا، دوز من هنا، خرج ليه في الطوموبيل فاس بوم. مين كتكون غادي في الطوموبيل وكيجي واحد وكيدخل فيك بالطوموبيل، شنو هو هذا؟ بالله عليكم شنو هو هذا؟ الناس اللي معايا هنا يقولوا وهذا من عند من؟ من عند رجل قانون. السيد غادي بطوموبيلته ودخل فيه بالطوموبيل ديالو اللي كان صايق بنورزينو، هو السي محمد مول كمامه. غادي الاخر هو يدخل فيه بوم، وكثر من هادشي نزل هو واحد البلطاجيه ديالو وتهجم، وباغين يجبدوا السيد. شكون اللي عتقو؟ البوليس. كان الشاف ديال لابيجي هنا واحد السؤال كان طرحه. انت رئيس الشرطه القضائيه، الشاف ديال لابيجي محلف جميل جدا، انت علاش ما درتيش معاينه؟ درتي محضر؟ انت علاش ما درتيش محضر؟ الاكثر من هذا بقيتي كترغب في حلومه باش يمشي في حاله. دابا اللي فهم شي حاجه يفهمني، علاش انا دابا اصعب عليا نهبط المغرب انا؟ وعلاش دابا انا تخلعت وتيقت بانه راه هذاك الهضره اللي قال الحقوقي راه بصح غيشدك وغيعريك في جامع الفنا وغيجرك بكورده؟ ايديروها ضرب دخل فيه بالطوموبيل بحضور الشاف ديال لابيجي بحضوره. انت محلف، علاش ما درتيش محضر وديتي هذاك السيد محاوله قتل وتعتقلو؟ علاش؟ انا بغيت نفهم علاش. والاخطر من هذا، هذاك الشاف ديال لابيجي كيرغب في حلومه، كيرغبوه كيقول لي الله يرحم لك الوالدين خليه يمشي. من بعد ما دخل فيه كيقول لي خليه يمشي. واش هاد حلومه؟ واخويا طالب استقلال ديال ديك سوق الاربعه، لانك بنتي لي انت كتحكم في ديك سوق الاربعه، لانك نهار شديتي لا غولاد وضربتيها وسط المحكمه وقلتي بفمك بانك شديتي الاستاذ زهراش في سوق الاربعه وصوتيه بحال اللي كيصوت الراجل مراته وما طرى لك والو. اسمح لي يا خويا، اطالب استقلال ديك المنطقه، غير طالب استقلالها. الله يرضي عليك، ودخل ليها غير هذوك، دخل ليها غير العقوقي المهداوي تريكت حمزه مومبيبي، هذوك هما دير الدوله ديالك، انت دير الدوله ديالك. بوليسي كيرغب فيه كيقول ليه الله يرحم لك الوالدين خليه يدوز. كيفاش الله يرحم لك الوالدين؟ انا بغيت نفهم كيفاش الله يرحم لك الوالدين؟ بلاتي داك الشيء موثق بالفيديو. والاكثر من هذا، جا البوليسي كيقول لي علاش صورتي؟ طلق كيرغب اما كيرغبوا فيه حلومه. كيرغبوا فيه كيقول لي صافي الله يرحم بوك خليه يمشي. واحد غادي في امان الله في دولة الامن والاستقرار، في دولة محمد السادس نصره الله وايده، غادي تيجي واحد تيدخل فيه بالطوموبيل وكيجي الشيف ديال لابيجي كيبقى يرغب فيه تيقول لي ما تقيسهمش صافي سير بحالك. كيرغبو كيقول لي خلي نورزينو وسي محمد يمشيو. واش اللي فهم شي حاجه يقول يفهمني انا، اللي فهم شي حاجه يفهمها لي انا.
هاد السيد واش لا تطاله يد القانون؟ راه شد واحد المراه ضربها وسط المحكمه وحيد ليها التليفون ديالها، وجا زهراش قال لي عطيها التليفون، صلخ زهراش استاذ المحامي الوطني الغيور، قال فمو وقال فمو وفي مباشر قال بانني شديت الاستاذ زهراش وصوتته بحال اللي كيصوت بحال اللي كيصوت الراجل مراته، وتا واحد مدوى ولا ولا منسمع نعاود نقولها ولا ونوبة حكل. خرجوا فهمونا قولوا لنا ودي راه ما بقاش عندنا كونترول على الدوله، قلنا راه اللي كيحكم هو المديني والمهداوي والاستاذ حليم اخويا ونقدموا لهم الولاء والطاعه، قلنا راه هادو هما اللي كيحكموا، راه هادو هما اللي كيحكموا ونقدموا لهم الولاء والطاعه، حيت قالوا لنا واطيعوا اولي الامر منكم، راه هادو هما اولي الامر، هادو هما اللي كيقولوا فلان شد هذا الا ما شديتيش غنمشي نقتلو، وكيديروها وكيديروها. انا دابا كنتسائل كيف سمح رئيس البي جي، كيف سمح لي لهذاك البي جي، كيفاش خلى حليم يمشي هو تم جاي ودخل في السيد بطوموبيلته وبحضورهم، بحضورهم كيشوفوا جرائم، ناس كتبتز، ناس ولات كتبتز في القضاء، كتبتز في العدالة ديال المغرب، كيستزوا النيابة العامة، كيبتزوهم، يديروا ينوضوا نقولوا لهذوك اللي في الخارج هالقضاء كيفاش داير، ولي كيخافوا منهم بحال اللي داير زين بالخيار، بحال اللي داير حلومة، زين انت عبد الصمد وسايح، انت عبد الصمد السمسار ديال زين بالخيار، غنمشي معاكم بشوية بشوية، سيروا معايا الله يرضي عليكم، انت ما علاقتك بهذا الموضوع ديال نور زين وما حلومه؟ اش كاتب هنايا؟ اش كاتب؟ هذا عبد الصمد هو كاتب اغلاق الحدود في وجه المسمى نور زينو الذي مس بشخص جلالة الملك، الملك خط احمر في انتظار دور الدريبكي قريبا، انت عيطت لك النيابه العامه قالت لك راه نور زينو غلقنا في وجه الحدود. انا لايف، انا لايف، واش انت عيطت عليك؟ عيطوا عليك قالوا لك شوف السي عبد الصمد وسيح احنا قد اغلقنا الحدود في وجه نور زينو، الخبر خرجوا غير علي المرابط، انت عبد الصمد وسيح اش كدير مع هذيك المحاميه؟ هذيك المحاميه ثبت بانها كتعطي اخبار ديال المحاكم الناس ديال برا متبوته، هادو كلهم عصابه يدورون في فلك واحد، تيدوروا في فلك واحد، وحطوا نصب اعينهم جوج ديال الناس خاصهم يتقتلوا، راه اجتماعات يوميا تيقولوا اودي الا بغينا نستمروا، لان هاد الناس هما تيامنوا هادو تحفه ونور زينو قطعوا عنا البزبوز، قطعوا الاعناق او قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق، قطعوا الجد بهم هادو الاعناق ديالهم نور زينو وتحفه وقالوها، انا من تيهددني شي واحد بالقتل بلا ما نحتاج ندير انا شكايه سيرتو انت حقوقي، من تينوض المديني تيقول انا غادي نزل تحفه المغرب وغادي نعري في جامع الفنا وغنجرو بقنبه، غنجرو بقنبه، راه النيابة العامة يجب أن تتحرك بلا أنا ما ندير، أنا مواطن مغربي، أنا مواطن مغربي، ميمكنش النيابة العامة تسمع تخينا ويوميا كيرددونا وكيسكتوا، إذا أنا أحس بالأمان، إذا أنا خاصني نمشي نبدا نقول الميريكان
الله يرحم لكم الوالدين، حيت انا امريكاني، انا راه غادي نهبط للمغرب، انتم مكتوب عندكم في الباسبور ديالكم نحرك اسطولنا، نوضوا حركوا اسطولكم، اجيو هدوي مع المغرب، راه ما قادرش يحميني. وحنا يوميا في امريكان تنقاتلوا من اجل اعلاء رايه المغرب، من اجل اعلان، واللي حنا نقول اجي حميني موحد حلومه الشمكار، واجي حميني من المهداوي. مهداوي حقوقي هذا، ويؤمن بالراي والراي الاخر، تيضل يغوت وي شدوا هذا وي قتلوا هذا وي. هل يستقيم هذا في دولة، يعني في دولة حنا جايين كأس العالم غادي تدخل عندنا 30 مليون ديال الناس، هل يستقيم؟ بالله عليكم هل يستقيم؟ هادو كيهددوا المغرب من تما، اخرين كيهددوا من الداخل، هذاك علي المرابط طالع حط الخبر هو الاولاني شكون اللي عطاه ليك وما تيقول والو، هذا اكبر شكام، هذا علي المرابط اكبر شكام عن هالمواضيع ديالو. عندي اوديوات مخبيه وما نحطهمش دابا، عندي واحد الاوديو ديال العنيقري، وعندي واحد الاوديو ديال البصري، وعندي واحد الاوديو انت عندك اوديوات هذه الموتى، ادويه ديال القديس ديال الفاتيكان، انتما عندكم. عندي واحد الاوديو ديال العنيقري، العنيقري راه عند ربي، وعندي واحد الاوديو ديال البصري نهار تلاقى معايا واللي جبد في الاموال، جبد لنا شي اوديو ديال المتنبي ابو الطيب المتنبي، يقول لهم عندي الاوديو ديالو نهار دعا النبوه، وجبد لنا شي اوديو ديال عبد الملك بن مروان قال للحجاج، شوف الحجاج بن يوسف الثقافي ضرب الكعبه بالمنجنيق، ودير راسك انت درتيها من راسك، وانا نقول لك لا انا شو عليك لقد الصقت بنا سبه الظهر، الا انا شو عليك تش تخربي حياتك كامله وتطالع شكام وانا شديتوني ب 2003 علاش ما شديتوش هذا، ودير المخزن ديال 2003 ماشي هو المخزن ديال دابا، انت يجب عليك ان تنظر للمغرب، المغرب راه تقدم وتشي كامل، علاش تحفه يخرج ويفضحنا، حيت ولاد الكلاب والله لو لمسنا فيكم نضالا، ولو لمسنا فيكم بانكم باغين تزيدوا بالبلاد القدام، والله ليشد بعضنا، كنا كالبنيان المرصوص، ولكن انتم رباعه ديال الخونه، رباعه ديال تركت الجزائر، ما كاين فلوس ديال الجزائر، ها وختامين تخبطوا في المغرب، حلومه، علاش بغيتي تقتل الراجل؟ دوي الكلاب الضاله، علاش بغيتو تقتلوا الراجل؟ حنا غنسولو نور زينو يقول لنا ماذا حدث بالضبط، نتمنى انه يجاوبنا، انه في واحد الوضعيه بيني وبينكم، نور زينو بقوه باش 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 سلكوهم البوليس، بقاو غاديين بشي 160 كيلومتر، وفي الناسيونال شدوهم الجندارم قال لهم شنو؟ والجندارم قال لهم سيروا كملوا بشويه، راه ما عندكم مناش تخافوا صافي، راه انا واش حنا في كولومبيا؟ واش حنا فين حنا؟ بلاتي الله يرضى عليكم، بلاتي الله يرضى عليكم، انا بيني وبينكم انا والله تتخلعت، باش نكونوا واضحين، انا سمحوا لي يا اخواني يا اخواتي، الوضع لا واش الامور خرجت عن السيطره؟ قولوها لينا، قولوها لنا، ما ندخلوش حنا كاع، كنعيطوا لنور زينو الان غادي نسمعوا القصه المرعبه اللي وقعت معنا نور زينو على المباشر. الو مساء الخير سيدي الكريم. وي سيدي. الو خليك في شي بلاصه ما فيها الصداع الله يرضي عليك. دابا مزيانه، تفضل خويا. بلاتي خويا، السلام عليكم، معنا نور زينو على المباشر، كي داير سيدي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، تحياتي لك وتحيه الاخوه المتابعين ديال كاملين. شنو طرى اليوم السي نور زينو؟ انا نعاودك باختصار، مشيت كما العاده انا اجراء قانوني في باش نحط شكايه ويستمعوا لي في الشكايه اللي هو ضدي. هذاك المحامي
تلبيت الدعوه ديال القانون، البيت دعوه هبط من اسبانيا باش لبيت دعوه القانون، يعني انا حاط شيكاي وشيكاي غيستمعوا لي فيها، هبط باش لبيت دعوه نورمال عادي. مشينا بامان الله، دخلت الكوميساريه، شكيت شي حاجه ماشي هي هادي، شكيت شي حاجه ماشي هي هادي. بحالاش متخلى الباسبور ديالي، كيفاش تقلب الباسبور ديالي، كيفاش تعاملوا معايا البوليس تاع سوق الرابع، يحس بشي حاجه ماشي هي هادي. كان معايا سمو كنانه، قلت ليه شوف، قلت ليه هاد التليفون ديالي جاب الله، انا واحد التليفون حطيته بسطامي والتليفون الاخر عطيته ليهم مع الباسبور. المهم دخلنا لداخل، تيسمعوا لي عادي، شويه نهضوا سدوا الباب، وقعت شي حاجه لداخل بلا ما نهضروا عليها من بعد، لانه شي تجاوزات انا ما قبلتهاش، باش نمضي واحد المحضر انا ما قبلتش، لان المحضر تيقول بانهم شدوني وانا اللي غادي برجلي. المهم بزاف الخروقات ما وافقتش عليهم، بقيت نغوت معاهم داخل، قلت لهم انا غاتسني الوراق اللي انا تايق فيهم، يعني الوراق اللي انا غايلهم في فمي. المهم طورت الامور، شنو قالوا لي؟ قالوا لي غادي تبات تقدم عند وكيل الملك. انا كتير عشان تقدم عند وكيل الملك، انا جاي شاكي وتقدم عند وكيل الملك، الا تقدم عند وكيل الملك نعيطو المحامي ديالي. فهمتي؟ اصلا من دخلنا او التليفونات، مين دخلوا التليفونات، خرجت للطوالي، كان الطوالي تهضر مع المحكمه، ما قلتليش شنو شي حاجه غتوقع دابا، الا وقعت شي حاجه اتصل بالمحامي. يعني نورمالمون هكا، قلت لي وقعت شي حاجه قلت عارف توقع لي شي حاجه. بزاف تاع التجاوزات وقعوا لداخل، السيد جا تيغوت قدام الباب، تيعاود قدام الباب، بلطاجه جاي مع واحد السيد، من بعد شفتو انا معاه في الطوموبيل، السيد بلطاجي قتل رضواح، السيد معروف بالاسم ديالو بلاكات ناسيونال ديالو، عنده سوابق وكلشي. الامور خديتها انا بعاديه، يعني قلت الامور عاديه ماشي مشكل، غنتصل بالمحامي غنحلوا المشكل، الاجراء داز عادي. خرجنا داز 9 سوايع، تخيل معايا 9 سوايع، جغمات الماء ما شربتهاش، يعني التعامل معايا واحد التعامل فرق كبير ما بين التعامل ديال الفرقه الوطنيه ديال كازا الله يكثر مع هاد الناس هادو. الامور يمكن شي حاجه فيها شي حساسيه ماشي مشكل. خرجنا على اساس بان البوليس غيمشيو معانا، البوليس غيخرجوا معانا جوج، غيخرجوا معانا اللي هو السيد الطابق ومعاه المساعد ديالو، غيخرجوا معانا، خاصهم يخرجونا من سوق الاربع، غيخرجوا معانا بالطوموبيل ديالهم وحنا موراهم بالطوموبيل، غيخرجونا من سوق الاربع. نورمالمون انا من ركبنا الطوموبيل ديالنا بغينا نشدو الطريق الناسيونال، ديك لا ما تشد الطريق الناسيونال تبعنا حنا، باش تبعتهم هما فين داونا؟ داونا الحومات سوق الاربع، لداخل سوق الاربع. دخلوا الحومة، حنا غاديين هما سابقينا، خرج عندنا المحامي هو ذاك البلطاجي اللي معاه، خرج ضرب لينا الطوموبيل، وقف ضرب الطوموبيل اكسيدون، يعني ضرب الطوموبيل، خرج لينا فوجة ضرب الطوموبيل. انا بغيت نهبط من الطوموبيل، جا عندي ضابط الامن فتح لي الباب وخلى لي ضرب الطوموبيل، انا تشوكيت، بغيت نشوف هذاك السيد اللي انا اللي غادي يشكي بلي عندي معاه مشكل، ها هو قدامي والبلطاجي جاي عندي ودا يدو مورا بغا يجبد الموصل ومع شنو بغا يجبد، تيقول لي المحامي، تيقول لي قتلو هكذا تسمع، تيقول لي قتلو. انا بغيت نهبط، تنهبط الضابط الامن تيحبس ليا الباب باش ما نهبطش، لانه انا صافي وصلت واحد المرحله ما نقولكش. المهم وقعوا المشادات، انا داخل في الطوموبيل، حليت الباب، هبطت السيد اللي جاي معاه، دابا هو المحامي بقى واقف قدام الطوموبيل وشاد واحد من المساعدين ديال الامن، والاخر تيقول للاخر ضربو، تيقول شفت الموس ضربو، يعني هكا قدام. دابا المشكل انا اللي وقع لي سي تحفه ماشي المشكل الاعتداء، المشكل ديال انه الاعتداء قدام اعلون الامن سوق الاربع، يعني من الديبا كان تواطؤ. انا تنقول لك صراحه، واخا الكلمه ما خصوش نقولو، كان تواطؤ من الاول، لانه باش عرفوني انا في سوق الاربع، والطوموبيل ديالنا حنا حطيناها بعيدة على البلاصة، يعني إن فوا دخلت الكوميسارية وصلوا الخبر بار تليفون بأنني أنا كاين تما في الكوميسارية، أنا حسيت بها من الأول من طريقة الباسبور ديالي، هما شدوا لي الباسبور، شدوا لي البطاقة ديالي ديال الإقامة ديال إسبانيا، تيقولوا لي غادي تبات، كيفاش غادي يبات؟ بأي حق؟ إلا قانون، إلا قانون غادي نبات أنايا. المهم بقى تنتابزو معاه، وهادي الاخر تيقول لي ضربو، هادوك تيكاليو عليا انا باش يحطوني في الطوب باش ما نتقاش، واحد البلطاجه ما نقولكش بلطاجه. دابا بلاتي نور زينو، دابا هو باش دخل فيكم في الطوموبيل كانوا معاكم البوليس؟ لا واقفين حدايا، وما داو، ما داروا محضر، ما داوه، ما والو. سيدو الطوموبيله مضروبه لقدام، فين هو المحضر؟ السيد راجع ضربنا،
المرسيدس ديالو ضاب ليا الطوموبيل من قدام، حبسني من قدام، ضاب ليا الطوموبيل خلفيه من قدام. نور زين، وهاد الهضره اللي كتقول راه خطيره صاحبي، واش متاكد؟ متاكد من هذا؟ خطيره واش كاين فيك الخطر؟ انا ما بقاش فيه بحال هكا، كان في التكبيله ملي خرجت غنمشي نمشي للسفاره لاسبانيا نتحنى نورمالمون، يعني انا مواطن اسباني ما بغيتش ندير ديك القضيه باني نمشي نتحنى في السفاره، انا بغيت البلاد اللي جيتها تحميني، بغيت الامن اللي جيتها تحميني، تقتل كل في القضاء المغربي وتقتل سيدنا وتقتل سي الحموجي وفي الاجهزه الامنيه كامله، ولكن يكون اعتداء عليا بطريقة القتل تنفيذ عملية قتل مبقاش تهديد القتل، أنا كنتهدد دون القتل تنقول حاجة نورمال عادي، ولكن تطبيق القتل على يد محامي، محامي بغي يقتلني، فين هي هيئة المحامون؟ فين هو النقيب؟ دابا تسألني فين هو النقيب؟ فين هو النقيب؟ ويا ما قلت لكم وأنا شفتكم قبل ما نهبط لهنا المغرب، قلت لكم تنطلب الحماية، وقلتها في لايفات قلت لكم تنطلب الحماية من الأجهزة الأمنية المغربية. كلش يا خويا تحفه شنو وقع ليا ما نقولكش، كاين عندنا فيديو صورنا فيديو، وتخيل معايا سولك ما متصور فيديو، جا 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 الاخوت يقول حيدوا التليفون، جا ضابط الامن بحالي عطى الاوامر، جا ضابط الامن حيد التليفون، الملكمه ما عندوش تليفونات، واحد تخبعوا لي فيه الفيديو عطاهم الخاوي، حنا في وسط الطلبه محاصرين، وشكون اللي محاصرنا؟ محاصرنا حاليم، ومحاصرنا الشخص الثاني البلطاجي اللي معالي هو كثر الروح، ومعنا ضابط الامن. ودابا داك ضابط الامن كوميسير، كوميسير ضابط الامن لابيجي، واش عرفتي شنو هي لابيجي؟ لابيجي انا تقيدني باش نتقتل؟ لابيجي شكون يدخلني انا تما؟ لابيجي شكون يدخلني الحومه؟ انا ما عرفتش حاجه في السوق الرابع. ونورمالمون غيخرجكم الناسيونال وغادي يديكم بحالكم، علاش دخلكم وسط الزناقي؟ فيفا هذا الشيء هو اللي كان، ولكن هما ما داونيش في الناسيونال، دخلوني الحومه، دخلوني الديور. فهمتي؟ دخلوني بين وما تسائلتيش باش كانوا غاديين بك وسط الديور، ما تسائلتيش قلتي فين غاديين بيا؟ اقسم بالله الا قلت لهم الكمامة حدايا، قلت لهم الكمامة قلت لهم اليوم غادي نموت. واه اليوم غادي نموت. ويلي انا وصلت الشانطي، خرجت فيا مرسيدس، ضربتني مرسيدس، تبلوكينا مع مرسيدس، هو تخيل معايا مرسيدس ضربتني، والطوموبيل البارتنير ديال لابوليس هي قدامي، وما بغاوش ينزلوا في الاول، حتى جا عندي السيد انا تيضرب الشاشة. جاي عندي نيشان قصدي، جاي نيشان ويد المورا ما عرفش شنو بغا يجبد، انا سديت الباب قلت له غوت قلت له سد الباب بلوكينا قال تبلوكا الباب، حتى هبطوا هما بقاو تيقولوا لي بسي وعافاك وهادي، واش كاين شي ضابط امن تلابيجي وكوميسير تيحصى مواطن عادي باش ما يقتلش واحد اخر؟ على مسؤوليتك هاد الهضرة اخويا نور زينو، لان راه خطيرة هاد الهضرة بيني وبينك. راه قرات انا عندي الفيديو راه داير لك فيها، باغي نتاكد وصافي. وبغاو يحيدوا التليفون، بغاو يحيدوا التليفون، جاب الله التليفون اخو خبعناه ضربناه تحت الكوسان وعطيناهم التليفون الخاوي. نفس القضية اللي طرات مع الاغولاد والاخر. باش حيد لها التليفون بزاف، لانه سي تحفه انا نورمالمون ملي خرجت من الكوميسيريا السوق الرابع، الكوميسيريا جات على الشرطي غنشدو الناسيونال منين جينا، ما غندخلوش لداخل السوق الرابع، يعني تما التقييد ديالنا، تقييدنا تقييد باش نتقتل، يعني تم استدراج وكل ديك البلاصه. الاستدراج ديالي بطريقه مباشره لمسيو المحامي باش يقتلني، لان المحامي خرج لي من الدار، خرج لي محدد انتيغدي انه يخرج منه، يعني نورمالمون فينا دابا نقولوا حنا القتل ابار ياك، نقول فين هي لاكسيدون؟ فين هو المحضر ديال لاكسيدون؟ فين هي القسطى؟ ما دارتش القسطى، ما دار والو، حدهم واحد ركب في الباطنير قال لنا تبعوني، تبعنا خرجنا من سوق الرابع، والاخر بقى معاه في قدام الطوموبيل. وجا حيح قدام الكوميساريه، من جا حيح عليهم قدام الكوميساريه مره الاولى، شنو تما باش قال لي الان اعتقلون عليا لبيتون، وشنو تيقول لي طابط الامن داخل السد الباب؟ تيقول لي المحامي غادي يجي وغنسمعوه في المكتب الاخر، انت باغي تجيب محامي عندي معاه تيهددني بالقتل وتجيبو معايا في المكتب دير لي مقابله معاه؟ ولا 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 والضابط قلتي ليه راه قال هاد خينا قال بانه خصو يقيموا عليك الحد، قلتيها ليه؟ واه شاف الفيديو، واه الفيديو مفرغ من الفيديوهات اللي قال فيهم، ومفرغ وخراهم وسمعوا ليا وعاود تاكد نفس الاقوى ديالهم وصليت عليهم ومضيت عليهم،
كتلعب اخويا تنهضر معاك وانا كويس نلعب باقي تنلعب من الصباح ولا كاع ما تبقي ما تقدرش من الصباح ومن الصباح كنموت الدين ولا كان في مرخرجه نشوف فكرت اول حاجه نمشي للسفاره الاسبانيه اهتمي بيا لان هادشي صح لي في بالي لانه ما يمكنش هذا بحال تقيدوني ليهم تقيد لي انا تقيد لي باش يقتلني وباش كان قدام الكوميساري شنو كان تيقول لهم؟ و تيقول قال لي كلمة وحدة قالها فاش هبطت انا من الطوموبيل قال لي الاخر قال لي نوض قتل هذاك الزمن نوض قتل هذاك الزمن نوض قتلو قال لي بحال هكا قدامه ودابا المشكل وهاد نوض قتل هذاك الزمن قالها قدام الضابط أنا وريت الفيديو الطوموبيل ديالو الطوموبيل اللي كاين بلاكاج هو انتيغدي دور تما حيت الزنقات تاع صغيوان بحال خاصة باش نخرجو الشانطي كبير وبلاك أنا ودور الطوموبيل وفي نهاية كوصل الطوموبيل ما كاين والو لا سيني على شي حاجه انا فاش وصلت انا فاش فوتونا من لابوليس مشيت اول باص الجوندار ما نقولش الحاله اللي وصلنا عليها عند الجوندار تخلعوا شافوني بهذيك الحاله هابطين وجاو عندي مساكن الجوندار لي جون الله يكثر خيرهم تعاملوا معايا الرجل جابوا قاعه الماء تسكتوا فيا باش يفهموا الموضوع حتى هما مساكن مصدومين ما فاهمينش الموضوع شنو واقع يعني عمليه اغتيال بكل التفاصيل ديالها يعني انا اليوم كنت غنرجع اسبانيا في الصندوق يلا والجندار ملي سمعوا هادشي قالك ما يمكنش قالك يلاه ندير لكم محضر عندنا قلت لهم لا انا تنقول غير تصوري باسره سراج تصوري باسره سراج لانه فريمون تلفت انا اول حاجه كنت نوصل للرباط قلت لها السفاره الاسبانيه لانه خوف على حياتي إذن هاد الأستاذ حليم يصول ويجول في سوق الأربعاء حتى واحد ما كيدوي معاه هو الأمير الناهي حاكم سوق الأربعاء وحسيت بلي ملي دخلت سوق الأربعاء وكنت عارف شي حاجة غتوقع حاكم سوق الأربعاء نقول لك بكل ثقة في النفس حاكم عليا لأنه الطريقة باش كتهضر مع الكوميسي ومع مع 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 الشيفت لابي جي الطريقة اللي ماشي هي هذيك وشفت لابيجي ولا تيحس صافي باش يخوي لي الطريقة باش ندوزو باش ما نتقتلش فين هو عنده سلاحو نورمالمون انا تيك وقع في اسبانيا كنت نزلت الدنيا عندك سلاحك اصاحبي الاخر عنده المصمورة وين انت سلاحك الوظيفي ديالك تستعملو لانه تهديد مباشر لشخص اجنبي انا شخص اجنبي جيت لبيت الدعوة ديال الكابيتال اللي عيطو ليا باش يسمعو ليا جيت لبيت الدعوة وكاتبين لي في محضر بأنهم شدوني فاش ديتوني واجي مع السين والو توغوت الكاميرا كانو توغوت هل باش خطات البيج وفلاش غادي أنا في الطريق وعندي فيديوهات تثبت بأني غادي أنا باش جيت لعندهم والتعامل من الأول تخبرك واحد الحاجة شملت البوانتي في بلاد الكوميسارية شدو الباسبور ديالي الآخر بقا شد الباسبور تيقول لي شكون عطاك الباسبور ليش تشري الباسبور؟ شكون عطاك الفيزا؟ شكون جابك؟ شكون لك الاسئله اللي تطاح من الاول؟ وهي انا المغرب تفت ليا وانا قبل ما نهبط المغرب ناس شفت الحموشي وناس شفت الاجهزه الامنيه انا تقدم لي الحمايه ولكن اللي وقع اليوم ما فهمتش الاجزاء فين غادي يمشي وكلشي موثق فيديو موثق الاعتداء موثق محاولة قتل موثقة وبلطاجي عنده سوابق في حباسات كله حباسات يلا وهذاك البلطاجي ما تيعرفني ما كنعرفو وجي عندي وجي ضرب الشاشة اللي جيتي باش نهبط وجاي الطب مورا شي كلمة أخيرة سي نور زينو حسبنا الله ونعم الوكيل ونطلب نداء الأجهزة الأمنية والسي الحموشي أنه يوفر لي الحماية حتى نخرج من المغرب لهذه الدرجة نطلب الحماية اللهم نطلب الحماية من السلاح الموجي ولنلتجأ إلى السفارة الإسبانية وأنا ما غاديش نخرج غدا ولا بعدا أنا جالس هنا تنشوف الإجراء القانوني غادي يبدا لا في حق كل واحد تورط في القضية ودابا أنت عندك فيديو هادشي كامل موثق
ما عرفتش، خليني ساكت خليني هي ساكت. اللي كانت المسؤولة لا من الناس اللي كانوا تما، لأنه في الحقيقة وي سيدي كلاربع الحكومات باش يخرج لي أنا واحد يضرب لي الطونوبيل ويبراكيني ويخرج يقتلني، يعني تواطؤ. شنو كيقول لك تواطؤ؟ غتصيفط لنا الصورة ديال السيارة المضروبة الله يرضي عليك، طلبوا الناس بالصورة. صيفط لي الله يرضي عليك، صيفط لي دابا الله يرضي عليك، صيفط لي صيفط لي. شكرا بزاف، بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي. بابا I'm doing أنا لايف بابا. I talk to you later okay. You're hungry. I'm hungry too okay. احنا فين وولدي قال لك he's hungry okay. انا غنصيب لك شي حاجه تاكلها بابا. اخواني اخواتي، لا اعتقد ان هناك ما يقال بعد هذا القول، ما كاينش ما كاينش شي حاجه تقال. وكنقول لكم بان هاد الناس هادو هاد التريكه ديال الدواعش، هاد التريكه ديال الدواعش غير بالامس القريب قلت لكم راه كينسقوا مع بعضياتهم، راه كاين واحد التنسيق خطير. هما وصلوا دابايا للمرحله، الدواعش وصلوا للمرحله ديال كيديروا شرع يديهم، كيديروا شرع يديهم. هاد المساله هدد بها الحقوقي، وهاد المساله هدد بها المهداوي. المهداوي قال لك غنديروا شرع يدينا. احنا خصنا نوليو نقولوا الدولة عطينا ضمانات الا بغينا نهبطوا نشوفوا مواتنا ونشوفوا حبابنا ونشموا ريحه التراب ديال بلادنا. دابا حنايا خصنا نوليو نقولوا نشموا ريحه التراب ديال بلادنا. وغادي نقول لكم انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولوا لنا راه ما بقاش الامن والامان ونهزوا يدين. هلو والان معنا الشهيد الثاني السائق اللي كان سايق بنورزينو واللي كان حاضر في هذا الواقع الاليم. مرحبا مرحبا، معنا مول الكمامه كان حتى هو شاهد على هذه القضيه هذه. تفضل تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاكي بابا هولد فون. تحيه طيبه للجميع. تفضل. الحدث موقع على كل ما قال لكم نورزينو هو صحيح. انا بحال اللي تنقول غادي نهضر واقيلا غادي نهضر شويه قاصح في هذه اللحظه هذه، وكنتمنى تحملوني. تفضل. والله العلي العظيم الى اول مره كنكتشف على ان سوق العلبه هي امبراطوريه ديال حلوميه ان صح القول. تفضل كمل كمل. امبراطوريه حلوميه في عقل واحد رجل قانون. انا جايب السياره ديالي وقدامي قدامي السياره ديال الشرطه اللي غادي نخرج انا للسوق لعبه باش توصلنا لا سميتو عليه، حتى كيجي السيد فجاه تيدخل فيا فاس، يدخل فيا فاس بالسياره ديالو وكيهبط داك المجسم اللي معاك. جيت الباب ديالو مزيان وكيبغي يهرس عليه سميتو وتيقول له حلومه بالحرف. قلت له بوحشك مسؤول على هذا اللفظ هذا، ونساو بانني انا راه صورت فيديو، راه فيديو من 17 دقيقة. يعني حلومة ما عندك ما تكذب وما تنكر، وهذا نداء انا تنقولها داك ضابط الامن انه يدير خدمته، لان كان عليه من الواجب عليه انه يدير محضر معايد محضر ديال حادثة سير او محاولة قتل ان صح القول. كان يرجعني يستمع لينا ماشي هربنا متموجين في طريق 160 180 حتى وقفنا براج ديال الجندرم اللي مشكور. داك الجندرم اللي قبل من سوق سيدي علي التازي عفوا، مشكورين هذوك الجندرم اللي تعاملوا معنا رغم السرعه المفرطه اللي شافونا جايين بها. الخدمه ديالهم علينا نطلبوا منا اننا نمشيو معهم لمركز الدار كانوا باش يتصنتوا لنا في المحطه الرسمي. تحية لهم من هذا المنبر. حلومة ما عندك غير تهرب، تجي تعيش وتحكي فيها بمعنى ما في الكلمة من حرف.
كاين فيديو شنو 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 الشعور ديالكم نتوما غاديين وكيدخل فيكم بالطوموبيل؟ باش حسيتي يا سي محمود؟ والله يا اخي والله يا اخي كنا انا ما نكذبش عليك، كنت من دخولنا لسوق الاربعاء وحنا كنحسوا بان شي حاجه ماشي نورمال. بحال اشرح لي، عاود اشرح لي، اكد لي داكشي اللي قال نورزيد. كتحس بشي حاجه ماشي نورمال. مراقبين، كتحسوا براسكم مراقبين، كتحسوا براسكم مراقبين مراقبين، كتحس براسك مراقب من الدخله ديال سوق الاربعاء الاربعاء وحنا مراقبين، ولكن شكون اللي مراقبك؟ الله اعلم. دخلنا المقر ديال الضابطه القضائيه وديال الشرطه وحنا ما مرتاحينش، ما مرتاحينش بصراحه، ما مرتاحينش. علاش؟ ما عرفتش. وديك التوقعات ديالنا ولا ديك التهيؤات ديالنا ولا ديك التخيلات ديالنا اللي كيما بغى يسميها بنادم يسميها كانت في محلها، كانت في محلها. كيف واحد جاي باش يدير شكايه بواحد السيد يجي يقاضي حتى كيولي على اساس انه شدو هكا غادي تبات عندنا تقدم انت وياه فسميتو له وجبدوا له محل وجبدوا له محضر. ما عرفناش وقتاش حط وقتاش نزل، ما عرفناش وقتاش نزل ديك الشكايه ديالو. وتصنتوا ليه بالساعات بالساعات، ويجي يحلوا ماشين كارب بالكوميساريه ويحيح، ويجيو ضباط ديال الامن هما اللي قالوا لنا راه فلان محيح برا، هما اللي كيقولوا لنا السيد راه محيح. واش كيهيئونا لديك الخارجه اللي غادي نكونوا خارجين ولا الله اعلم؟ والمصيبه دابا جاو عندكم قالوا لكم راه فلان محيح، وشنو الدور ديالكم نتوما من انكم تبددوا الحيحه؟ نتوما استتباب الامن، نتوما شنو الدور ديالكم؟ انا قلت شوف، انا قلت هذاك رئيس الضابطه القضائيه اللي كان معنا، احنا في الحمايه ديالكم، احنا في دوله الحق والقانون، هذا السيد اللي غيجي يحيي غتطبقوا معاه القانون. السيد بصراحه ما انا ما غايمكنليش نطعن في ذاك السيد ولا نقول لك كيدير ولا سميتو له لانه رجل امن، ولكن راه متأدي اليمين، راه كان على الأقل لأن كاين عنده هنا كاينه واحد المحاولة ديال القتل. وهي دابا 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 السي مولك ماما غدا داير نتقهوى أنا وياك بلاش ما نتلاقاوش، أنا ما يمكنش. والله إلا أنا غنعيط للوكالة، غنعيط للأجونس ونقول لهم شوفوا لي أقرب طيارة راجعة غدا ولا بعد غدا، أنا ما يمكنش، ما يمكنش أنا دابا نجي نتلاقى معاك. ايوا وهذه دابا ما عرفتش واش نقدر نسوق الطوموبيل، نمشي للرباط، نمشي نتسارى في مراكش، واش نقدر ندير هادشي ولا محال؟ الا ها انتم دابا معاهم في الكوميساريه وهجم عليكم. ايوا كيف يعقل دابا؟ اذا انا كنعلن من الان كاع الناس اللي يدير معاهم شي موعد في المغرب انا كنلغيه، انا الغي جميع مواعيدي. لا من حقك، انا ميمكنش يا صاحبي ميمكنش، انا الغي جميع مواعيدي، انا كنقولها من دابا مع الناس في المغرب احبابي صحابي كلشي، انا ما غاديش نتلاقى معكم وما غاديش نخرج، وكنقولها وكنعرفش كنقول والله ما غنخرج، وغادي نشوف دابا بعد نهايه هذا اللايف غادي نشوف باش نرجع بحالي. حينت عندنا في المغرب ديالنا عندنا واحد كيحكم سميتو حلومه، هو والمهداوي والعقوقي، الا قالوا لك غنقتلوك غيقتلوك، حيت مازال عقل مولك ماما نهار العقوقي قال لك راه الا شدينا تحفه في مراكش غنعريو وغنسجروه بكورده بقنبه. صحيح صحيح. اذا انا كنلغي جميع الحجوزات ديالي ديال الفنادق مع وليداتي مع داك، كنلغي جميع الحجوزات ونزيد لكم واحد الحاجه ومسامح في دوك الفلوس، انا مسامح فيهم من اجل سلامتي وسلامه ابنائي، انا مسامح. الله يربح، انا راجع بحالي باش تكونوا واضحين. شي اضافه استاذ محمد؟ خويا محمد تفضل خويا. ما غنطولش عليكم والله العظيم لاننا تعبنا، كنقول لك هذه السيمانه وانا ونور زينو الى نهار ما مشينا عند الفرقه الوطنيه بالامس، والله العظيم واحد المعامله واحد الاستقبال ما شاء الله على دوك الشباب، حتى ولي حتى حسينا باننا في واحد الدوله اللي يمكن نقول لك ما من دول العالم الاول، ولكن اليوم بمدينه سوق الاربعاء
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هاد أمينة دولية شقليبة اللي حقوقها ضايعة في سوق الأربعاء، واحد الملف عندها من 2023 وباقي كيدور. إذا كاين تواطؤ على هاد الأسف في هاد الإمبراطورية علومي. ألو، ألو. إذا انقطع الاتصال بالسي مول الكمامة، ولكن دابا عرفنا بأنه علاش الشكايات ما كيتحركوش في سوق الأربعاء، علاش السيد قال بأنه شد أستاذ زهراش وصلخو بحال اللي كيصلخ الراجل مراتو، ولا أحد لم يحرك ساكنا. إذا نقدروا نقولوا الإمبراطورية الحلومية بسوق الأربعاء. قلت لكم كما قلت لكم إخواني أخواتي، لا قول سيقال بعد ما هاد الشهادات اللي سمعتوها. ولك الله يا وطني، لك الله يا وطني. ناس تتصور راني في المغرب وبين عمي البريزة ملخ. أنا والله تغرجع غادي نرجع تيدير حل مع هاد الحلومة وهاد الحقداوي وهادو اللي خدام تيقول ليه علاش كتعايرو زكريا. والله ضرني قلبي اخواني اخواتي، ضرني قلبي. اللي كيعيط عليا ليش معيطين عليا فيديو؟ ليش تصوروا معايا؟ عيط مكالمة عادية يا صاحبي، فيديو. ما فهمتش. لا الا بان لكم شي حاجة تقال. لا اخواني اخواتي، والله انا في عطلة احبكم كثيرا. مغربنا زوين، مغربنا يا سلام. هاد الطفيليات هادو وهاد الشمكارة تيخو بيا بأنه غادي يحيدوا بإذن الله تعالى. وش غنقول لكم؟ الله يكبر بكم، وعاش المغرب، عاش الملك، والله الوطن الملك. إخوان أخوات، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر. ما تنسوش لايك، ما تنسوش أبوني. السلام عليكم.